السلام عليكم. اليوم راح نتعلم حل النوع الأسئلة اللي تحتوي على أشكال هندسية اللي على شكل نجوم. يعني مثلا لو كان عندي هذا السؤال هذا الشكل، كيف راح أحله؟ طبعا بالبداية يعني راح أفرض أنه هذا الخط السكور كل واحد من عندهم يمثل سبيس، فراغ. يعني هو بالحقيقة بالتنفيذ ما راح يطلع هذا الشكل، راح تطلع بس النجوم وبيناتن الفراغات. بس على مود اقدر اسهل الامور عليا، راح افرض انه مكان كل فراغ هو عبارة عن سكور اللي هو هاي الشاويه. زين، من اريد ابدي بحل هيجي نوع من الاسئله، الشكل دائما احاول اقسمه مجموعة اسطر. يعني هذا يعتبر السطر الاول، وهذا يعتبر السطر الثاني، وهذا الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. معناته انا عندي 7 اسطر، وبين سطر وسطر على مود انزل يحتاج لي شنو؟ اند لاين. طبعا دائما اخر شكل بعد ما يهمني عدد الفراغات، لان هو باعتباره اخر شكل، فما تهمني الفراغات شلون راح تكون. فآخر شكل هو راح نلقي بيه انه مثلا فقط إعاز اللي هو سي اوت اللي هو الستار، ورا ماكو مثلا مجموعة فراغات على مود استخدم سيت دبليو. زين، فبيش حال هسه انا من اريد ابدي لازم اطبع السطر الاول. السطر الاول دا اشوفه انه هو بالشكل مال مستطيل والشكل مال الاو، وهنا شكل مال سهم، وهنا الشكل مال معين. زين، فمن اريد اطبع السطر الاول معناته راح اطبع هاي النجوم وهاي مجموعة فراغات، بعدين هاي النجوم، بعدين مجموعة فراغات، بعدين هاي النجمة، بعدين مجموعة فراغات، بعدين هاي النجمة. زين، من اريد ابدي اكتب البرنامج اروح على الكود بلوك عادي، افتح لي ملف جديد، اقول له هاش انكلود، اقول عادي اي او ستريم، تمام. وبما انه راح استخدم سيت دبليو معناته يحتاج لي هاش انكلود انبوت اوت بوت مانبوليشن مان اي بي، هذا المكتبة، هاي المكتبة، و using namespace std، وابدي اكتب main وافتح القوس. زين، هنا طبعا يجي سؤال، انا ما عندي يعني متغيرات او مثلا معادلات او مثلا عملية ادخال بيانات، يعني فقط عندي شكل وديريد ينطبع. فمعناته راح اسوي برنامج اقدر استخدم بيه سي اوت على مود يولد لي هذا الشكل، فمعناته عندي بس طباعه. فبيجي حاله بالبدايه شو راح اكتب؟ اكتب سي اوت، وابدي يعني ارسم هذا الشكل على النجوم اللي هو كم نجمه؟ 1 2 3 4 5 6 6 نجمات. زين، فهنا شو راح اقول له؟ اقول له 1 2 3 4 5 6. زين، بالاخير فايز المفروض. هسه لو انفذ تنفيذ اولي مباشرة راح تطبع لي هاي النجوم. جيد، اوكي. هسه المفروض وراها شنو؟ عندي مجموعة فراغات وبعدين يلا تجيني هاي النجوم. زين، احنا اتفقنا هاي الشريحة معناتها فراغ. زين، هاي الفراغات ايش قد عددها؟ هسه لو احسب عدد الشريحات راح يطلع لي عدد الفراغات. هنا هذا الفراغ الاول، الثاني، الثالث، الرابع. اذا انا عندي 4 فراغات. زين، ايش قد لازم اقول له سيت دبليو؟ اقول له سيت دبليو بمقدار عدد الفراغات زائد عدد النجوم اللي موجوده بعد الفراغ. نعيد، السيت دبليو اللي اني المفروض يكون مناسب
لازم شو اقول له؟ لازم اقول له عدد الفراغات زين زائد عدد النجوم اللي راح تنطبع بعد الفراغات. عدد الفراغات انه 4 وعدد النجوم اللي راح تنطبع 3، معناته لازم السيت دبليو يكون 7، لان 4 زائد 3 7. بس واحد يقول ليش 7؟ لان اول 4 راح يتوكل للفراغ والثلاثة البقية يطبع بيها شنو؟ النجوم الثلاثة. زي على سبيل المثال خل افرض انه انا اقول السيت دبليو 4، راح اكتب نو سيت دبليو اقول له 4، وبعدين اقول له 3 نجمات 1 2 3. خلينا نشوف شو انا راح انفذ. هنا ايش قد عافلي؟ عافلي فراغ 1، لان اني اصلا منطي 4 ودا اطبع بعده 3 نجمات، فالثلاث نجمات اخذت من 4 3 اماكن، فبقى مكان 1 للفراغ. بس انا بالحقيقة ما اريد فراغ 1، انا اصلا اريد شنو؟ اريد 4 فراغات. فمعناته من اريد اترك فراغات اقول شنو؟ العدد الكلي مال سيت دبليو هو عدد الفراغات زائد عدد النجوم اللي راح تنطبع بعد الفراغ. عدد الفراغات ايش قد؟ هنا 4 زائد عدد النجوم اللي راح تنطبع بعد الفراغ 3، اذا سيت دبليو 7. فهنا من راح اقول له سيت دبليو 7 ومن اطبع راح يتوكل فعلا 4 فراغات. زين، اذا هسه انا حاليا مشيت صحيح. بعدين وما طبعت هذه الـ3 نجمات قال لي ايش قد عدد الفراغات عندك؟ قلت له 1 2 3 4 5 6. وقال لي كم نجمة راح تنطبع بعده؟ قلت له 1. فمعناته 6 زائد 1 معناته 7، معناته يحتاج لي سيت دبليو 7 بالإضافة إلى ذلك. فهنا شو راح أقول له؟ أقول له سيت دبليو 7 وبعدين اطبع النجمة. انفذ، فعلا طبع لي 7 فراغات. طبع لي ايش قد؟ 1 2 3 4 5 6 فراغات، وهذا السابع. زين هسه اشوف هاي كم فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 7 7، وراح اطبع نجمة واحدة ورا، اذا 8. اذا السيت دبليو ايش قد؟ السيت دبليو 8. بعدين شنو؟ اطبع ورا النجمة. فهسه من انفذ راح يطبع لي هذا الشكل اللي هو السطر الاول. طبع لي هذا السطر الاول. زين، نفس المبدا هسه من اريد اطبع هذا السطر الثاني، طبعا لازم انزل سطر، وانا بالاخير لازم شنو؟ شو اقول له؟ اقول له اند لاين، عمود ينزل سطر جديد. هسه شو راح اطبع؟ اطبع هاي النجمه الاولى ستار، فاقول له سي اوت ستار، بعدين سي دبليو. ايش قد سي دبليو؟ كم فراغ انا عندي؟ 1 2 3 4، وكم نجمة ورا؟ نجمة واحدة، اذا سي دبليو 5. زين، بعدين اطبع النجمة. هنا كم فراغ موجود بعد هاي النجمة الثانية؟ 3 فراغات، وعندي هاي النجمة اذا سيت دبليو 4. اذا هنا سيت دبليو 4، وبعدين شنو؟
النجمة. زين، بعدها ورا هاي النجمة لازم شنو؟ ثلاث فراغات وأيضا نجمة، إذا أربعة. هاي استنسخها أو خل أكتبها. زين، وين وصلت هنا؟ كم فراغ؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. وكم نجمة؟ ثلاثة، إذن سبعة. سي دبليو سبعة. وراها كم نجمة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. زين، بعدها كم فراغ؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هاي النجمة ستة، إذا ست دبليو ستة. وأقول النجمة بعد ست دبليو، كم فراغ؟ واحد ونجمة واحدة، إذا ست دبليو اثنين. سيت دبليو اثنين، وبعدين نجمة واند لاين او ننزل السطر الجديد. هسه من انفذ خلينا نشوف صحيح. ناش قال لي عندك خطأ. شنو الخطأ مالتي؟ اند لاين شنو الخطأ؟ عندنا خطأ بمكان هنا. هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. هنا لا، لازم نسوي هيك. هسه نفذ يتنفذ. طبع لي الشكل الأولي نفسه، طبعا نفس هذا الشكل، وهكذا أنا استمر. زين، كل شكل يعني السيت دبليو. الثاني هذا لو استنسخه البرنامج على حسب هذا الكود اقدر اتبعه الخطوات. كل مقطع هو عبارة عن سطر، أنا خاله هذا سطر، هذا سطر، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة أسطر. لان انا قسمتها عدة اسطر وصارت عدة بلوكات بالكود. زين، فنفس هسه هذا المبدأ. هسه هذا شنو هاي؟ هاي مثلا اسوي هاي، هاي عبارة عن كم فراغ؟ واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، واكو نجمة واحدة وراء، اذا قبل سي دبليو ستة. زين، هسه هذا اذا استنسخه الكود، هذا اذا استنسخ الكود خليه هنا. زين، هذا إذا استنسخه أنفذ تطلع لي هاي الأشكال مضبوطة بين واحد وواحد. طبعا مجموع بالضبط هو فراغين بين شكل وشكل، لكن الفكرة انه انا عرفت شلون اسوي السيت دبليو عن طريق هذا الشكل. هاي يعني الفكرة. هسه اي شكل ممكن من المستقبل، اي شكل انا راح احاول قدر الامكان من اجيب السؤال، اجيب اخلي مكان الفراغ هو داش على مود واحد يقدر يحسب بسهولة. فممكن اي شكل بالمستقبل نفس الطريقة. السي دبليو مال الفراغ هذا هسه هو عبارة عن عدد الفراغات زائد كم نجمة موجودة بعد هذا الشكل. يعني هسه مثلا هاي كم فراغ؟ اثنين. ب
بس كم نجمة موجودة بعده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا معناته السيد دبليو شقد اللي يولد هاي الفراغات؟ هو سبعة، اثنين للفراغ وخمسة الباقي للنجوم اللي راح تجي بعد الفراغ. هي كانت الطريقة لحل هذا النوع من الأسئلة. أتمنى إن شاء الله الأمور تكون واضحة. بالتوفيق.